حفلت سيهر سرا لو سو اغاسمي اسلام مركانا لوغو علي مساري يلدان كان بيشا ري شيخ احمد او قدو فيق عمر يلدان بدل ليلي علي ايا كقب سونتي حرونت دقمدا قرسمي مغالدا بومباس وحانا كسو قيب غلا حفلة علي مسار كسلطان كا اوضي داقاميديو سلاذين اقويان دالين يارو قربة جوغ يوالي بامرت شرف كلا دوان وكا كلا تيميدي ديقاميدا الدرس كا حفلة داني علي مسار كا يا وحا وغو هرين كهد لي سلطان كا قود اي بيشا ري فيق عمر سلطان مختار سلطان احمد داهر بقعد نقلك سوقين كشين مناسبة أنا كو عليه مسارينه سلطان قبيش ريح أحمد وقدو يا قدوني نامانت إن نعلكن وكو عليه مسارنه سلطان كاسانو ميش وكو على مسارينا وحنا نقلك سوقين كلي عليه مساركن ديجان كن جرسون بيلي هيد كنا وردن وين نقلك سوقين كلين وحان دوني إن هلكن كسر دويه بدل إنه على مساري نمانتا إنه أنقذوا سلطان كي بيش ري أحمد وقدب وإنه أبد عيني نمانتا هلكن إنه وقعنا شوينا إن شاء الله تعالى وسلطان كي لغور رأي لغور هذا الله كديه waxaa kale oo iyaguna xafladda calay masarka sultaanka cusub ee beesha reeshiq ahmed oo qudu fiqo umar sultaan bedel aleeli ali ka hadlay wax garadkii ka soo qayb galay xafladda calay masarka sultaanka ay ka mid yihiin sultaan abd qadir sheekh maxamuud iyo sultaan abdullahi maxamuud sigad iyagoo ugu horeyn halka uga hambaliyay sultaanka cusub ilaahayna uga bariyay in xilka culus ee loo igmaday ku asturo waa sultaan soomaaliyeed بيشا وكرنا شيء رأي أحمد القطب لكن وحقورنا شيء صومالي أوران محايل السلطان نمدو حاوية وامد بلاران وامد بلاران وميشو تغبا مركو قرسم شوه أوكالي أوكالي السلطان معها مناسبة دان الله نو بركيو أنو كلي ولغي مناسبة سيدان أوكالا أو سيدان أشرف بدا ولغي ما أنا شوغين سلطان غير أحمد القطب وحانو قدو عين السلطان كي جيرا جوغيرو نغضو إلهي وحنك بريئنا إن عمرك يسرنا إيوه إلهي وحنك بريئنا إن نقض من عدالة يسرنا أنت يدادنا ماذا كتليا إلهي ساسألوك بريئنا وحنك بريئنا إن إلهي كي بركة لك دقائي لك بركوه دمان دقان كان لي إلهي دو قرس بسلطانو ياهي معها إن غير أحمد وقدوب ياهي وي وسلطان صوماليات وسلطان صومالي لو دورتي هو فجيه إلهي تا أذكرنا وحان كو شاقين السلطان إلهي مسؤول كتاهي ومدد دقن قوزم إلهي مسؤول كتاهي سلطان صوماليات نقطو مين اللي شوقر إلهي موجسو وحين لغو دورتاي إلهي نكو بحلترو تاسان أوتو إلهي كبريهينا gaba gabadii munaasabadan ayaa waxa hadalka kasoo jeediyay sultaanka cusub ee beesha reeshiq ahmed oo qudu fiq umar sultaan bedel aleeli ali hadaladiisina waxay u dhaceen insha allah xil baa la magacaabay xilkaasuna waxaad igu soo ducaynaysaan in ilaahay waasturo ta kale waxaan isku dayayaa in aan ka shaqeeyo cadaalad midnimo walaalnimo ta dhalasho iyo ta qadhaqanba تدلشة اللي دورتي هي تدقن با تدقن مركان لي هاي وادتك مجتمع عن وضن نول نهاي قبيل خست عمان دير خست ددقن دد اي ولا ليهين اما كوهر يا رئيس باجرة سيدي او دياشي يقول ريب اي شيغان وحال ايد هذا شروع دي اباها كوين دادك احدقية بلان كو كان احيي ديگان كان كون نول وحان او بلان قادة يا انونا احدقية بربرين سيدي سينة يهي لغونا دقمي دونو لكن قبيل كاستو او ديغان كان انو حق اولي يهي سلطان كيسا غارهانه دينو دستو قودهان لغم ديسان يهي او والال لغو يهي ايان دين امنسين يا تاس با ايغا قوانا انان مدنمد دقمد قرسم كشاقه يو دقمد ايو داد كيدا ايو دالكا ايو ديغان كا ايو دمان سومالي دا ان الهي مقران سادد كا اسلام كا ايم مده يو oo anna aan midna ku dhaqo iyaguna maartay wanaagayga ilaahay u mideeyo ayaad ugu ducaynaysaan ugu dambeyntiina waxa halkaasii duco ku soo khatimay Sayid Cali Sayid Ahmed sultaankii lagu intifaaco allahay nooga yeero kii muuminiinta ducadeeda loo aqbalo allahay nooga yeero kii cumri wanaagsan allah siiyo allahay nooga yeero kii muuminiinta muhammadiyada anfaca caam iyo khaasba allahay nooga yeero
degmadii jaarkeed iyo muuminiinta iyo Soomaalida oo dhanba kii anfaca oo nafci Yuusuf meel walba gaara Allah inooga yeero kii waday hoosaab oo fiican oo wanaagsan Allah uu sameeyo oo dad xun oo ku han oo ku meed xun ku han u dhiga Allah ka ilaaliye dad wanaagsan oo rafiiq uga dhiga Allah ka yeero nin haduu madax yahay nooc kasta ha ahaadee haduu asxaab wanaagsan iyo la taliyaal wanaagsan uu yeesho xaq uu ku hanuunaa ninka waa dadka wanaagsan ee waday hoosaadka kitaabku yiraahdo waa ruuxii maamulka ee madaxii haduu xumaan sameeyaan ka qabta haduu samaan sameeyaan uu kaalmeeyo saasaa la doonayaa kaala waday hoosaad Allah uga yeero beeshan iyo kamid ah bilaha degmadani gursmaya waxa uu kamid noqon doonaa suldaankani sulaadinta deegaankani Saad Abbas Ali Star TV Jigjiga.